يعني تحتقرون الناس في المجتمع، كيكون عنده اللحيه غادي في المجتمع الاخرون كلهم كفار، ولكن الخطا المواطن اللي كيشوف ذاك اللحيه هو سيدنا موسى، ما عرفش بان هذاك هو المنكر، ما عرفش بان هذوك الشياطين اللي لابسين لباس الملائكه. خاص المواطن يعرفها، المواطن العادي المسلم العادي يعرفها. صافي راه هذوك هما اللي خربوا الدين، ماشي كيقول لكم راه حنا ندافع عن الدين، راه هما اللي خربوه، راه هما اللي غلفوا المراه، راه هما اللي منعوا المراه، راه هما واش بنادم يخلي المراه في المنزل ويمشي على الطبيب يسولو يقول لي زوجتي مريضه وها باش تحس؟ راه عباد الله راه منكر هذا. واش المراه ما عندهاش الحق تشوف الطبيب؟ او واه واه اه حرام في الدين، الموسيقى حرام في الدين، زيارات الطبيب حرام في الدين. لا منين جبتوا لنا هذا الدين اخويا؟ انا القران ما فيهش هذا الشيء هذا، احنا ما عندناش الموسيقى حرام هنايا. راه الموسيقى تيتصنتوا لها الناس لان الله خلقنا نتمتعوا بجميع الاشياء. لا نتكلم عن المجون الراقصه اللي كترقص الناس، ولكن انسان يغني راه تصنتوا للغنى لانه داخل في التمتع. الله خلقنا نتمتعوا في هذا العالم، نتمتعوا كذلك بالسماع الموسيقى. ايوا موت انا والله هاد المناكير هادي راه اظن ان الناس شويه واش مازالوا خايفين؟ تصوروا الناس اللي عندهم دكتوراه في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الرياضيات وفي الاقتصاد وفي علوم الطبيعيه باقيين خايفين، باقيين مخلوعين. علاش؟ لانهم وصلوا لواحد الدرجه اللي تكلمتي في الدين ما عندكش حق تكلم في الدين. لا اله الا الله. راه الا كانت نواقض الوضوء تسمونها علوم سنتقدم لما يشيب الغراب. نواقض الوضوء ليست علوم، صفات الله ليست علوم، اسماء الله الحسنى ليست علوم. الا كانت هذه العلوم عندكم سنتقدم لما يشيب الغراب. لا اله الا الله، والله العظيم لا اله الا الله. يعني شيء ولا اصبح هذا الشيء لا يطاق، اصبح لا يطاق. واش هذه المراه ولات اوبجي؟ هذه المراه ولات عنده لعبه دايره في يده يعمل بها ما يشاء. سبحان الله، مره في المطعم مبركها قبالته، هو كيشوف الناس كيشوف النساء، وهي باركه قبالته تشوف الحيط، تشوف فيه هو والحيط، وملي تلفت كيدير لها. راه هادشي علاش هادوك النساء واش كيعبدوا الله ولا كيعبدوا الرجل؟ تخيروا، هذاك راه غير دين الكهنوت ليس دين الله. دين الله راه ما فيهش هذاك الغلاف الاسود، وراه حنا تكلمنا على الحجاب وكفر، ما بقيتش نوضح. المذهب المالكي هو تعرية الوجه واليدين والقدمين، بعد المالكية يقولون القدمين كذلك ليس عورة. هذا هو لكن تبعي المذاهب مالك وحنيفة، هذو كتبكم تقول المذهب المالكي اللي نحن عليه، نحن أشاعرة، لأن ترك الوجه واليدين، ترك الوجه واليدين، وكنظن كفى يعني ستوب على شيء. وما كاينش حكم حتى السيده هذه اللي تختار هي اللباس اللي والو. حنا لا نقول الناس يعني يتعراو، لا يمكن، ولكن المراه راه هي نيت تلبس لباس محتي، هي نيت راه لا تريد ان تظهر محاسنها، هي المراه فطره. والا شي امراه حاله شاده بغات تري محاسنها هذيك مخالفه للدين ليس، لكن المراه الموظفه اللي في جميع الميادين، القاضية والمحامية والشرطية والدركية والمعلمة والأستاذة والممرضة ورئيسة شركة والمقاولة، هذه راه ولات في المجتمع خدامة. هذه هي التي يجب أن ترى، راه هما هادو كلهم راه لابسين لباس جيد، راه المرأة ولات مختلطة مع الرجل، وولات المرأة أكثر من الرجل في المجتمع. الفقه خصو الآن يشوف الآن الفقه الواقع، فقه الواقع شنو، واش غادي يبقاو على ديك تعرية الوجه واليدين ولا غادي شويه يزيدوا ينفسوا شويه المراه؟ فقط 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 فقط، وفوق هادشي كله ما كاينش حكم، وليس من اصحاب النار. ماشي انت عندك سالو جهنم تسالوت من جهنم يعني ماشي ورد لي. هاد الناس هادو ما بغاش يهديهم الله. راه حنا مازلنا ساكتين عباد الله، رانا مازلت ساكت، وراه غنشتت كاع داكشي اللي قريتو نشتو. ويعني خليونا يعني الان الناس يوعوا بالدين. راه المغاربه كانوا كيصليو وكيصوموا وكيتصدقوا في قلوب الحنانه، وما عندهم لا لحيه ولا خمار ولا وز،
المغاربه كانوا مسلمين وباقيين مسلمين وعايشين مزيان، ويعني ويعني كفى، الله يجازيكم بخير كفى، خليونا يعني خليونا شويه نتكلموا على الاقل وكذا الى اخره. راه حنا عندنا ما نقولوا، راه عندنا ما نقولوا، رانا نشتتكم. هذاك تخلعني، ما درستيش الشريعه والناس عندهم الشريعه، اش درتوا فيها؟ انا واقف الوضوء، يلا بسم الله صفات الله، يعني لا اله الا الله. انا هاد الناس اللي دارسين العلوم الكونيه، انا لا ادري لماذا الان علاش ما باغينش، يعني ما عرفش انا هاد العلوم الكونيه علاش ما كيتكلموش في الدين، ما عرفت انا هادي. هادو هما اللي يشجعوا هادو، كيقول لك التخصص، ما كاينش تخصص. من المفروض جميع المسلمين يكونوا ملمين بامور دينهم، وذاك التخصص ديالك خليه حداك ليه. علاش 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 غادي يكون تخصص؟ علاش انا متخصص في الشريعه؟ اه والله لا، عجيبه القضيه دي، تخصص في الاسلام. بحال هذيك فرنسا اللي يقول لك اسلامولوج، فرنساوي ما كيقراش العربيه، كيقول لك اسلامولوج، يعني عالم في الاسلام، عالم في الاسلام، اسلامولوج. هي هذه النكته هذه ديالك انت، تخصص في الشريعه. الناس كلهم خصهم يدرسوا الشريعه، ماشي غير انت، وماشي ديك الشريعه اللي درستي، ديك الشريعه الاخرى، الشريعه اللي كاينه هنا اللي درستو من حداها ما كديتوش عليها. في هذه المسائل هذه راه كفايه، يجب ان نرى في اوضوح، نحن نعيش في القرن 21، عصر العلوم، عصر التكنولوجيا، عصر الديجيتال، لا نقبل ان نعيش في الظلام، مع الديجيتال لا نقبل ان نعيش في الظلام، كفى كفى كفى. يعني هذا وراه الامور، الناس راه بداو كيقراو، الناس الاسئله تطرح، الناس بداو كيناقشوا. لو كنا نناقشوا الامور الدين كما نناقشها الان، بداو الناس كيناقشوا الحمد لله. لو ناقشنا هذا الامر هذا يعني قبل قرن لكنا احسن الان. بقينا ساكتين على المنكر، ساكتين ساكتين، وهاد الناس هادو تيتعلاو علينا. انا عندي اللحيه، مرة عند الخمار، انا دخلت الجنه، هادو كافير، هذا كافير، هذا كافير، هذا كافير، هذا كافير. صبرنا لكم والله الا صبرنا لكم، هاد المخلوقات العجيبه، هاد البطاطيس هادو صبرنا لكم. هذا ملي سكتنا يعني ظنيتوا بانكم راكم انتم هما اللي عندكم الحق، وانا وياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، وسنرى ان شاء الله من هو على الحق. ولا تظنوا ان المساله بسيطه، ولا تظنوا ان المنابر ستبقى لكم. المنابر غادي يكونوا فيها اطباء، يعني غادي يكونوا فيها اطباء وصيادله وبياطره ومهندسين واساتذه الاقتصاد واساتذه الفيزياء والكيمياء، هما اللي غادي يكونوا في منابر صلاه الجمعه، لا زلت اؤكدها. وانت اوت، لان الناس ينامون في صلاه الجمعه ولا يستفيدون شيئا.